وجعلني الله وإياكم من النار وعذاب النار. أيها الأحباب، لا بد للإنسان من علاقات يقيمها مع الآخرين، ومهما تعددت وتنوعت أصناف وأنواع هذه العلاقات لا تخرج على ثلاثة أنواع: علاقة الإنسان بربه، وعلاقة الإنسان بنفسه، وعلاقة الإنسان بمجتمعه. ولعل هذا ما يشير إليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فالمقطع الأول: اتق الله حيثما كنت، يشير إلى علاقة الإنسان بربه. أما المقطع الذي يليه: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، يشير إلى علاقة الإنسان بنفسه. أما المقطع الأخير: وخالق الناس بخلق حسن، فيشير إلى علاقة الإنسان بمجتمعه. وفي الإسلام ولله الحمد وضعت ضوابط وأسس محددة لكيفية وشرعية هذه العلاقات، محددة لكيفية وشرعية هذه العلاقات عباد الله. أما فيما يخص علاقة الإنسان بربه، فمن مقتضياتها أيها الأحباب أن يكون المسلم يقظ القلب، طائعا للخالق عز وجل، راض بقضاء الله وقدره، أوابا، محس بمسؤوليته تجاه رعيته، وأن يكون همه مرضاة ربه. أيها الأحباب، إن أول ما يتطلبه الإسلام من المسلم أن يكون مؤمناً بالله حق الإيمان، وثيق الصلة به، دائم الذكر له والتوكل عليه، يستمد منه العون مع أخذه بالأسباب، ويحس في أعماقه أنه بحاجة إلى الله عز وجل دوماً، وإلى قوته وعونه وتأييده مهما بذل من جهد ومهما اتخذ من أسباب. Dear brothers and sisters in Islam, Islam requires of the Muslim first and foremost that he be a true and sincere believer in Allah, closely connected to Him, constantly remembering Him and putting his trust in Him, while making the effort to help himself. The Muslim should feel in the depths of his soul that he is in constant need of the help and support of Allah, no matter how much he may think he can do for himself. والمسلم الحق الصادق يقظ القلب، مفتح البصيرة، متنبه إلى بديع صنع الله في الكون، موقن أن يده الخفية العليا هي التي تسير أمر الكون وشؤون الناس. ومن هنا هو ذاكر لله دوما يرى آثار قدرته غير المحدودة في كل ومضة من ومضات الحياة، وفي كل مشهد من مشاهد الكون، فيزداد إيمانا به وذكرا له وتوكلا عليه. The true and sincere Muslim is alert and open-minded to the magnificence of Allah's creation. He knows that it is Almighty, Allah who is in control of the affairs of the universe and of mankind. He recognizes the signs of His unlimited power in every aspect of creation. And so his faith in Allah increases. He remembers Him constantly and puts His trust in Him. يقول الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الله عز وجل said,
behold in the creation of the heavens and the earth and the alternation of night and day, there are indeed signs for man of understanding. Man who celebrate the praises of Allah, standing, sitting, and lying down on their sides, and contemplate the wonders of creation in the heavens and the earth, with the thought, our Lord, not for naught have you created all this. Glory to you. Give us salvation from the penalty of the fire. ومن هنا أيها الأحباب فلا عجب أن يكون المسلم الصادق مطيعا لله في أمره كله مخبتا خاشعا وقافا عند حدوده ممتثلا أمره ولو خالف هواه منصاعا لهديه ولو جاء على غير مزاجه ومحك إيمان المسلم هذا الانصياع والامتثال لأمر الله ورسوله في كل كبيرة وصغيرة من غير تحفظ ولا احتراس ولا استثناء. It comes as no surprise then that the sincere Muslim is humbly obedient to Allah in all matters. He never transgresses the limits and he follows Allah's commands and guidance even when they are contrary to his own desires. The test of the Muslim's faith lies in the following of the commands of Allah and His Messenger sallallahu alayhi wa sallam in all matters, great and small, with no hesitation or reservation. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. None of you truly believes until his inclination is in accordance with what I have brought. ويقول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الله عز وجل said but no by the Lord they can have no real faith until they make you judge in all disputes between them and find in their souls no resistance against your decisions, but accept them with the fullest conviction. إنه الاستسلام المطلق لحكم الله ورسوله والطاعة الكاملة المطلقة أيضا وبدونهما لا يكون إيمان ولا يتحقق إسلام. ومن هنا ينتفي من حياة المسلم الصادق الانحراف عن هدي الله والمجانبة لأمر رسوله سواء أكان ذلك في شخص المسلم أم في أسرته وأطرافه ممن له عليهم التوجيه والمسؤولية والسلطان. It is the matter of absolute submission and complete obedience to Allah and His Messenger. Without both of these, there is no faith and no Islam. Therefore, the sincere Muslim does not deviate from the guidance of Allah or ignore the commands of His Messenger. Whether these concern him as an individual or those over whom he has authority and for whom he is responsible, the members of his family. ذلك أنه ما من تقصير أو تهاون أو تفريط في جنب الله ورسوله يقع فيه أحد أفراد أسرة هذا المسلم إلا وهو مسؤول عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. If any member of the Muslim's family is neglectful or failing in his or her duties towards Allah and His Messenger sallallahu alayhi wa sallam, then he is responsible. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, each of you is a shepherd, and each of you is responsible for his flock, those over whom you have authority. وهذه المسؤولية التي يحسها المسلم الصادق
من جراء تفريط أفراد أسرته تخذ جنبه فلا يطيق عليها صبرا ويسارع في إزالة أسبابها مهما تكون النتائج فما يصبر على هذه المسؤولية وما يطيق السكوت عليها إلا رجل في إيمانه ضعف وفي دينه رقة وفي رجولته خمر. The sense of responsibility that the sincere Muslim feels when a member of his family is failing in some important regard disturbs him greatly. He cannot bear it, so he will hasten to deal with its causes despite the consequences. The only one who can ignore such a responsibility and keep quiet about it is the man whose faith is weak and whose manhood is lacking. أيها الأحباب إن المسلم الصادق راض دوما بقضاء الله وقدره يضع نصب عينيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المسلم عجبا لأمر المسلم إن أمره كله خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. Dear brothers and sisters, the sincere Muslim is always content to accept the will and decree of Allah. Remembering the hadith, how amazing is the affair of the Muslim. His affairs are all good. If he experiences ease, he is grateful and that is good for him. If he experiences hardship, he faces it with patience and perseverance, and that is also good for him. ذلك أن المسلم الصادق يعتقد في أعماقه أن الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان وأن ما يصيبه في هذه الحياة ما كان ليخطئه لأنه قدر مقدور لا قبل له بدفعه وأن رضاه بقضاء الله وقدره يكسبه الثواب الجزيل من الله ويكتبه عنده من المؤمنين الطائعين الفائزين. The sincere Muslim is convinced that belief in the will and decree of Allah is one of the pillars of faith. Whatever befalls him in life cannot have been avoided because Allah has decreed it. His acceptance of the divine will and decree will earn him a great reward from Allah, who will count him as one of the successful, obedient believers. ومن هنا كان أمره خيرا إن أصابته سراء لهج لسانه بالشكر الجزيل لربه الكريم المنعم المتفضل وإن أصابته ضراء صبر امتثالا لأمره ورضي بقضائه وقدره وفي كلا الحالين خير له أي خير. This is why the hadith says that the Muslim's affairs are all good. If he goes through a time of ease, he will give much thanks to his generous Lord for his bounty. And if he goes through a time of hardship, he will bear it with patience and fortitude, following the commands of his Lord and accepting his will and decree. Whatever the case, it is truly good for him. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إنعامه والشكر له على تفضله وامتنانه
ولا إله إلا الله تعظيما لشانه، وصلى الله وسلم على أحب أحبابه محمد صلى الله عليه وعلى صحبه وإخوانه. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، رغم كل ما ذكر إلا أنه قد تغشى نفس المؤمن أثارة من غفلة فتزل به القدم أو يقع في تقصير لا يليق بالمؤمن البصير المطيع الخابت الخاشع، ولكنه سرعان ما يتذكر ويتنبه وينتفض من غفلته وينخلع من زلته ويستغفر من تقصيره ويؤوب إلى حمى ربه الآمن مخبتا نادما مستغفرا. Dear brothers and sisters in Islam, the sincere Muslim seeks to earn the pleasure of Allah in everything that he does. He is not concerned with seeking the approval of others. And indeed, he may anchor the wrath and hatred of people in the course. Dear brothers and sisters, the Muslim may find himself becoming neglectful and slipping from the straight path so that he may commit a sin which does not befit him as a humble and vigilant believer. But he will soon remember his Lord, turn away from his error and seek forgiveness for his failing. يقول الله عز وجل: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. Those who fear Allah, when a thought of evil from Shaytan assaults them, bring Allah to remembrance when low they see a light. فالغفلة أيها الأحباب لا ترين على قلب خفق بحب الله وتقواه، ولكنها ترين على القلوب التي أعرضت عن أمره وهداه. وقلب المسلم الصادق متفتح دوما إلى الاستغفار والتوبة والإنابة، مستروح أبدا نسمات الطاعة والهداية والتقى والرضوان. The heart filled with love and fear of Allah will not be overcome by negligence. It is those who ignore Allah's commands and guidance who will be led astray. The heart of the sincere Muslim is ever eager to repent and seek forgiveness and rejoices in obedience, guidance and the pleasure of Allah. معاشر الصالحين، والمسلم الحق يبتغي في أعماله كلها وجه الله، همه مرضاة ربه في كل خطوة من خطواته وفي كل عمل من أعماله، لا مرضاة الناس، بل قد يضطر أحيانا إلى إغضاب الناس في سبيل مرضاة الله، مستهديا في ذلك كله بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من التمس رضاء الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن التمس رضاء الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. The sincere Muslim seeks to earn the pleasure of Allah in everything that he does. He is not concerned with seeking the approval of others. And indeed, he may anchor the wrath and hatred of people in the course of his effort to win divine favor. As the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, whoever seeks the pleasure of Allah at the risk of displeasing the people, Allah will take care of him and protect him from them. But whoever seeks the pleasure of the people at the risk of ingraining Allah, Allah will abandon him to the care of the people. ومن هنا فالمسلم يزن أعماله بميزان مرضاة الله عز وجل، فما رجحت به كفة هذا الميزان قبله وارتضاه،
وما شالت به الكفة أعرض عنه وجفاه. وبذلك تستقيم مقاييس المسلم وتتضح أمام عينيه معالم الطريق القصد والسبيل القويم، فلا يقع في متناقضات مضحكة سخيفة، كأن تراه يطيع الله في أمر ويعصيه في آخر، أو يحل الشيء عاما ويحرمه عاما، إذ لا مجال للتناقض ما دامت المنطلقات صحيحة والمنهج بينا والمقاييس ثابتة. Consequently, he measures all his deeds against his desire to attain the pleasure of Allah, and will retain or discard any practice accordingly. Thus the Muslim will have appropriate standards, and the straight path will be clearly signposted for him. He will avoid falling into ridiculous contradictions whereby he obeys Allah in one manner and disobeys him in another. Or he regards something as halal one year and haram the next. There is no room for contradictions as long as the standards are correct and the principles are sound. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم اجعلنا من الطائعين الأوابين، اللهم اجعلنا ممن يطيعون أوامرك، اللهم اجعلنا ممن يطيعون أوامرك ويجتنبون نواهيك، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا عتبين تراس ويرحمكم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له
فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن قدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين الله أكبر
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.